يا نهار اسود يا ماما، موتي العصفور عشان كانوا مصدعينك امبارح. اقسم بالله صحيت لقيتها ميته لوحدها. يبقى اكيد ما اهتمتيش بيهم ونسيتي تحط لهم اكل. والله العظيم حط لهم اكل امبارح، او نسيت احط لهم ميه وميه كمان والله، او تقريبا ما نشفتهاش بعد ما اخويا طلعها من الغساله امبارح. لا تصدق ما نشفت لما ايه؟ انا مالي والله العظيم، هو اللي لقيته بيلعب بيها وكان مطلعها من الغساله امبارح. حر اسود انت بتفينها انت دي بقى غير لما ياخد سدفين جوه. ولا ايه اسمع ورا طالع على المصير، شفت الفيل واحمر بيطير ورا طالع على المصير، شفت الفيل واحمر بيطير. حلاوتكم انتوا قاعدين تلعبوا وتصوروا. طب حلو قوي الكلام ده، والله العظيم يا كلب البحر انت اهو، لما مسكتوا كلب البحر ده كلتوه قلقه. انا عارف ابو كل واحد فيكم، يا همسكوا انفقكم وهنضرب بعضكم. لا استنى يا حاج، تضرب انت بالحزام يا ماما، ما ينفعش كده. اه تستاهل. وبروح على صورتك اخدها، بمسكها بايدي بقطعها وبحرقها وبعدين برميها. اي حاجه وبتصبرني على ايام كنت اجدع. ده بيعمل الله عليك، ده بالنسبه لك تمام، بس انا سؤال، بس عندي سؤال ليك. ربنا يستر. اتفضل يا حاج. لما تخش مش عامل لك اي حاجه المره دي، بالنسبه للاوضه اللي بتولع فيك دي. يا نهار اسود اجري. احترم نفسك يا حاج. اجيب لك اي حاجه يا ماما؟ لا يا حبيبتي تسلمي لي يا رب تسلمي. اما كانت ايه الدوشه اللي شغاله دي يا ماما؟ ده العيال، العيال عاملين دوشه مصدعاني. حقك عليا انا يا كلاب البحر. هي دي اللي بتلسع، ده انا هنفخهم عندي في الفصل. وانا تافه تدور على المسطره اللي توجع صاحبك اكتر. لا تعالى بقى. برشام؟ تنفع بابا، انا هاخد دي. هو اي حاجه هتحبب بيه بتنفع جدا في البرشام، في ال بال تبقاش ميالا في الخواطر. انا راجع زيك كده راجل الخواطر فيها، هتنفعني هتنفعني. خواطر لك ده سميح تكهب برشم. خد يا بقى كلام ده كويس عشان ما يبقاش طلاق الشهر ده ان شاء الله. انا اروح براحتي في اي حته انا عايزها. كلمه مصروف يا حاج البيت مش عايز اسمعها من هنا لاخر الشهر. اي حاجه من اخلاقهم وما بتطلعش مطلع. طب خلاص، طب خد بسرعه رجع الاسجل ده مكانه. انت مش هقول لك يا اسطى ايه هي عشان بجد طلعتها فين. انت عارف دماغك غبية فصعب ان عينك تيجي في عينيا. خلصت؟ على فكرة امك معاها الموبايل بتاعك. نعم؟ مفتوح ولا مقفول؟ مفتوح وبتتفرج على الصور كمان. يا نهار اسود اوعي تتفرجي عليا. انا ملك الزهر. طب انت رايح فين؟ بقول لك ايه، لو امك سألت عليا قول لها سافر بعث اسبوعين 3 4 5 كده لغاية لما تبقى تيجي، ولو ابوكي سأل قول له هرب. عندك. اطلع يا اخويا، اطلع بيه. اطلع بيه يا ام. استعبطني الكتكوتين، اطلع من مخبيهم في جيبك. على فكره انا كنت داخل ادفيهم. تدفيهم عليا النعمه داخل فيها قبل وعارفاك، كان مش بعيد تخش تعومهم معاك في البانيو وانت بتستحمى. هات يا ابني. طب خلوني جعان، خلوني جعان، انا مش هاكل. خلوني جعان، خلوني جعان لغايه ما حد يبعت فود. انا مش واكل اهو الاكل اهو، مش واكل لغايه ما حد يبعت فود. انا عايز فود دلوقتي. الحاجه حاجه ربي سامحني على الفضائيات، مش عايز اكل غير لما يجي لي حوت. وده هجيبه له منين ده؟ تمام ماشي ماشي، الجوله دي ليك بس هنشوف بعد كده. هنشوف ماشي، يلا اللي بعده. وكان البحر موزع وانا قلت تمويل الباب بيخلص بسرعه عليه، مش فاضي كده زفت. تمام تمام برافو. مش كل جوله على فكره، بقول لك يا جدعان حد يجحفل بسرعه، حد يجحفل. لا جحفلوني انا، عايز اجحفل دلوقتي حالا بسرعه. يجحفلك يا نهار اسود، انا حد مش عارف انا بتقول لك يا بحر انت ده مين ده اللي هيجحفل؟ اقول لك انا حد قال لك هجحفلك. ايه؟ لا ثانيه واحده بقى يا جدعان، دي فيها اسد، اسد ينزل وهروح له وهو بيجحفلني. فكان البحر اللي معاك ضبط، بقول لك الحاج خليني بقى خلاص وانا بجحفلك. بس ودي هتبقى فلوسها بعد مصاريف الشحن، والله العظيم هتبقى حلوه وهتفيدنا كلنا، لو عايزها حضرتك استخدميها براحتك. ماشي يا حبيبي ان شاء الله ان شاء الله. يا واو يا واو، عشان خاطري والنبي بلسع بتحايل على حضرتك. انت عبيط يا ما قلتك ماشي. بس يا واو حضرتك مش فاهم حاجه، زي ما حضرتك بقول لك على حاجه وتيجي بعد كده تقول لي ربنا يسامحك. اه جدع يا حاج. سمو الغسيل الصبح ولا هي حبك كده عشان كلب بحر الصغير؟ ربنا اللي انا سمعته قاعد يا كلب البحر مشابك صح؟ بصراحه اه. طب روح هات. طب ما حضرتك بس عشان انزل اجيب. لا ما انت هتروح تجيبه من هنا. اجيب ايه يا عم؟ ده ليه شهون بشبك اهو. ايه ده؟ متاكل يا حبيبي؟ ولا امك قال لك ما تاكلش عندنا؟
لا لا يا حبيبتي بتقولي ايه؟ كل حكايه بالبحر، كل ما تجيبلاش الكلام، كل. حاضر يا خالتي حاضر. اتخنقت هنا وعايز انزل اخرج مع اصحابي، عايز 200 جنيه عشان انزل. مفيش فلوس يا كلب البحر ومفيش نزول، كله وانت ساكت. والله طب ما تزعقيش مني بقى. قول لي يا حبيبي سيبك من امك، يلا عشان عاملين لك بسله باللحمه هتاكل صوابعك وراها. يا ايه الاحمد يا خالته؟ مهما كبرت صغير وانا مهما عليك مش فوق. ايه ده؟ انت ما بتكبرش على اللعب الاطفال دي؟ مالكش دعوه يا حبيبي، انا بحب العب العيال الصغيره. بعدين مش عمك امبارح اداك فلوس ملوش تديني منها؟ خد العب لي يا دوبك حلو عليك. طب انا كنت عايز. طب بقول لك ايه؟ تعرف نشر بتاعها دي في دي ولما احذفها فوق وانت مغمض عينك؟ يا عم ماشي وانا موافق يلا. طب ماشي لما اكون جاهز قول يلا. اح اكيد جد انا عالمي وعالمي. قلنا 100 مره الباب لما يخبط حد يفتح ايه لماذا؟ بعد اذنك يا بابا.